في بلدي أكثر المسلمين هناك على الطريقة الصوفية، وهؤلاء يحبون شيوخهم وزعماءهم، ويزعمون أن من انتقد أحدا من هؤلاء الشيوخ الكبار أو تكلم فيه فإنه يهلك وينتقم الشيخ منه. هل هذا الحب والخوف من الشيخ يعد من الشرك الأكبر؟ نعم، يخاف إلى هالدرجة أنه يهلك إذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. نعم.